مرحبا سوريا الحلبي، اشتقنا لك كيف كتار. حالك؟ الحمد لله كتار عم يسألوني يا عمي طيب وين سوريا، ما عدنا سمعنا عنها و بدنا نعرف شو رجع صار معها. نحن كنا بلشنا أول مرة سجلنا نحن وياك، قلنا بدنا نسجل كيف الطريق اللي بتقطع فيها الست وقت تعمل بريست كانسر. كنت عملت العملية ديجا، حكينا انه شو الانتظارات تبعي، كيف ممكن، شو عم تسمعي بالنسبة لموضوع العلاج الكيميائي وغيره. حكينا شوي عن الشعر، وكنا بنعرف شعرك اسم الله العبد الطويل الحلو، قديش كنت تحبيه وقديش كان بيعني لك. تاني مرة قصيتي شعرك جارسون، وكنت بلشتي اول علاج عملتيه، وحكيتي شوي كمان كيف الوضع. اليوم عم نشوف كمان لوك جديد، نيو سوريا الحلبي. فخبرينا من بعد آخر مرة شو رجع صار معك. أول شيء كيفك هاني الحمد لله. وهلو للجميع. من بعد آخر مرة أنا بلشت بتريتمنت تبعي، كان أول جلسة كنت قصيت شعري، أكتشلي مش حلقت، كنت قصيت شعري كاسون مثل ما قلت. بلش شعري كتير يهر، كتير يعني أكتر من 70% صار يهر، لدرجة إنه صرت أجيب لقدام لحتى أخبي الفراغات اللي عندي إياها بشعري. فاضطريت اني اروح احلقه كله، بس ما حلقته توتالي. وهذا اللي صار، هذا النيو لوك. شعري رجع الحمد لله، بلش عم بيطول. I was lucky انه ما راح توتالي، واللي هي هيدي sometimes بتصير، انا ما كنت بعرف، وانا واحده من اللي كانوا محظوظين انه ما راح توتالي شعري. وبدي اقول لك كمان انه انا خلصت جلساتي. الحمد لله. اي عملت آخر جلسة علاج كيميائي، صح، ما بقى في عملت غيرها. آخر واحدة خلصتها. لكن I'm في so عادة lucky. تعرفيها، هيدي Thank you. هيدا رينج اوف هوب. في خلص. عادة هيك دايما بشوفها انا على الانترنت، انه آخر جلسة علاج بتدق جرس الهوب، انه الامل، انه تعطي امل لغيرك انه انا كمان خلصت وكملي حياتي. إن شاء الله إن شاء الله، دايما في أمل، دايما في بكرة ودايما في أمل. يس، سو خلصت اخر جلسه و I'm so happy صراحه، كثير مبسوطه اني خلصتها، لانه كانت اصعب شيء عندي ممكن كان هو انه يصير هو الكيمو. جريت. وكيف ما رأيت مرحلة الكيموثيرابي؟ يعني كنا شفنا، حكيتينا عن أول جلسة وقتها شو صار وهيك، نعم. بعدين الثلاث جلسات البقوي قطعوا، مثل أول جلسة أحسن أقل كيف؟ لا، يمكن تاني جلسه كانت شوي مقبوله، بس الثالثه انه البقية لا، ما كانوا ابدا مريحين. تعبت صراحه كثير بالكيمو، بس كان عندي الهوب اللي هلا كنت عم تحكي عنه، انه انا يلا صرت قريب اني اخلص، سو ما عاد في اي مشكله، يلا انه اي كان دو ات، في اعملها، في اخلص، في يكون او يبقى اخلص، وهيك هذا اللي ساعدني يعني. والا هني ما كانوا سهلين، لا ابدا ابدا. ايه بس انه انتبهي، منهم سهلين ابدا. هي شغله نسبيه، يعني في ناس اللي منه سهل عندها هو انه يمكن تكون انه اخر الدنيا، وفي ناس منه سهل عندها يعني انه لعيان وكذا. بس انه انا بدي اقول للناس انه انت منه سهل عندك، يعني انت كنت عم تطلع من الجلسه، انت عم بتسوق السياره، عم ترجع تاخذي انت امك على المستشفى بالويك يلي على اساس انك تسلمي هذا الموضوع لحدا، انه كنت عم بتضلك تروحي وتجي، مش انه منلقحه وما هيك. لا، في بعض الايام بلا انا احد اونستلي، بس كنت عم شد على حالي، لانه في اوقات ظروف كمان هي بتكون اقوى منك. هي شغله. الشغله الثانيه انه انا ما كنت بدي استسلم بصراحه، انا ما كنت بدي استسلم. انا لو بدي استسلم كان في استسلم ايزلي من اللي صار معي، باللي حسيته كان في كثير استسلم، بس انا ما استسلمت. الحمد لله، برافو. هيك بتكوني كمان عم بتشجعي غيرك انه هيك لازم نعيشها. يعني اكيد اكيد 100%. شو تعلمت من الشيء اللي مرقت فيه؟ شو تعلمت؟ انك تثق بحالك كثير وتثق بقدراتك. يعني انا اول ما بلشت كنت فاكره حالي انه انا ما بقدر اني اوصل لهذه المرحله، ما بقدر اني اتخطاها، ما بقدر اني اكون هالقد قويه. يقولوا لي انه انت قويه، وبعتقد اني حكيت بهذا الموضوع قبل، يقولوا لي انت قويه، قول انه عم بيقولوا لي قويه، بس اني ما بيعرفوا انا شو. بس لا، فعلا الواحد بيكتشف حاله اكثر بهذه المرحله، بيكتشف هو شو قويته، وين ضعفه، وين يعني كل شيء كشخصيه بيتغير عندك، حتى كيف بتشوف الامور، بتشوفها صرت بطريقه ثانيه، بطريقه كثير احسن.
يعني كل شيء بوزيتيف باي ذا واي، ما في شيء بتشوفه منه بوزيتيف بعد ما تطلع من هذه التجربه، ما بتشوف شيء عاطم. عندك مخاوف اكيد بكثير محلات، يعني دائما اي ثينك انه شيء كومن عن مرض الكانسر، يمكن انه دائما بيصيروا بيفكروا انه هل انا رح ارجع انصاب، وهذا بعتقد انه شيء كومن عند الكل مش عندي انا بس هذا ما بيعني انه انا يعني بيضعفني هذا الشيء او بخليني اخسر الامل ببكره او هدول الامور، يعني فالشخصيه تغيرت كيف عم شوف الامور. تغيرت نظرتك للدنيا؟ يعني في ناس بيقولوا انه في اشياء كنا نشوفها انه اذا صارت معنا اخر الدنيا بس، وبنتخانق على تفاصيل يمكن تكون هي بايخه، بس من بعد ما نمرض نطلع بنشوف انه هيك مجرد تفاهات يمكن كنا نغرق فيها. انت هيك صحيح صرتي؟ اكيد صحيح، يعني قبل كنت تعزم الاشياء على اشياء مش لازم انك تعزمها، هلا خلص صارت بالنسبه لك ماشي، في اشياء اهم بالحياه من هيك، في أشياء أكبر من هيك بالحياة، فهذا شعور طبيعي، يعني الحمد لأنه لله. من مرحلة سهلة الواحد يقطع فيها الكانسر honestly. أوكي طيب، قبل ما نختم شو بتحب تقولي لكل الأشخاص اللي كانوا متابعينك أو الأشخاص اللي عم بيتابعوك لحتى يعرفوا هني الأشياء اللي بدهم يقطعوا فيها؟ يعني في كتير ستات قالوا لي إياها وسألوا عنك لحتى يعرفوا هني شو ناطرون. شو هيك الزبدة اللي بتحب توصلون إياها أكثر شيء؟ هلا أول شيء بليز ما حدا يهمل صحته، بليز هذا أهم شيء، ما حدا يهمل صحته. يعني أنا بعرف كتير 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 أصحاب وكتير حتى اللي ما بعرفهم عم بيبعتوا لي خبر إنه صاروا عم بيروحوا بيعملوا فحص الثدي من وراء الفيديوز تبعوني، سو بليز هيدي شغلة كتير أنا بنبسط فيها. هاي شغلة. الشغلة التانية أهم شيء من بعد إنه ما تهمل صحتك إنه تسألي، يعني أهم شيء الوحدة تسأل. أنا كان عندي حب الحشرية وسألت كتير لحتى عرفت، لحتى صرت عم بعرف أنا وين أي مراحل رايحة. So please اسألي، أنا هاني دكتور مين ما كان، أي شيء الإنترنت شو ما كان بيقولوا لك لا بس مبلا اسأل، لأنه كله بيدلك يعني. ف please دايما خليك على معرفة شو بده يصير معك لبكرة، وقال ما غلط لأنه الواحد ما يكون عم بيعرف شو بده يصير معنا بكرة بهيك مرض. Thank you. وأنا كتير مبسوطة إنه خلصت وبعد عندي stages بس قطعت مرحلة كتير كبيرة. ونحن كمان أكيد مبسوطين إنه المسار اللي أنت خطيه بقوة، مع إنك أنت شوي خيفانة بالأول، وبعدين على فوقه أنت موضوع الشعر ودخيلك يهاني والبريك، ورجعنا رحنا جبنا بريك من دبي وصينا عليها أمازون وخبريات. كم مرة لبستيها؟ ماشي يمكن بالفيديو معك بس ليه؟ ما بعرف، حبيت حالي هيك أكتر والعالم عم تحبني هيك أكتر، وأنا متقبلي حالي صراحة، متقبلي حالي مثل ما أنا، ما عندي مشكلة. هذا بيساعدك انك تقدر تتخطي اللي مرقت فيه؟ طبعا طبعا طبعا، هذا كتير بيساعد بالعلاج اكيد. عظيم ثريا الحلبي، ميرسي كثير لك على 3 ابيزود يلي حكينا فيهم، وان شاء الله اكيد بنضلنا على تواصل. وانا بدعي كل الاشخاص كمان يكونوا مثل ما انت كنت، يعني كلنا عندنا لحظات هيك بنضعف فيها التريتمون، ما التريتمنت ما هين، بس مثل ما عم نشوف يا حوي بعدك موجودة مع ابتسامة عريضة وبالعكس بجرأة أكثر وأمل أكبر، وإن شاء الله دائما نضلك تعطي أمل للكل. ميرسي كثير. Thank you. ميرسي. باي. All right everybody, it is the self confidence challenge. What doesn't kill you makes you stronger.